لا تيأس من روح الله واستبشر بعطاء الله لن يغلب عسر. السلام عليكم. فانظر في آيات الله. لا تيأس من روح الله واستبشر بعطاء الله لن يغلب عسر يسرين. فانظر في آيات الله. لا تجعل لليأس سبيلا لفؤاد آمن بالله. هل يحزن من أيقن حقا أن الفعال هو الله. لا تجعل لليأس سبيلا لفؤاد آمن بالله. هل يحزن من أيقن حقا أن الفعال هو الله. من كان الله له مولى هل يقنط من كرم الله. لا تيأس من روح الله واستبشر بعطاء الله لن يغلب عسر يسرين. فانظر في آيات الله. الله يناديك سحيرا قم واسأل يا عبد الله. فاسألني أعطك ما ترجو لا تطلب من غير الله. إن كنت مريضا يا عبدي فأنا الشافي وأنا الله. أو كنت كسيرا هل أحد يجبر كسرك غير الله. هل من ذنب لك تخشاه هل فرطت بجنب الله. هيا استغفره وسل عفوا من يغفره إلا الله. مخاب وعزته عبد قال بصدق يا الله. مولانا ارحمنا واجبرنا يا مولانا أنت الله. صلاة الله على الهادي أحمد سيد رسل الله. مولانا ارحمنا واجبرنا يا مولانا أنت الله. صلاة الله على الهادي أحمد سيد رسل الله. لا تيأس من روح الله واستبشر بعطاء الله لن يغلب عسر يسرين. فانظر في آيات الله. لا تيأس من روح الله واستبشر بعطاء الله لن يغلب عسر يسرين. فانظر في آيات الله. لا تجعل لليأس سبيلا لفؤاد آمن بالله. هل يحزن من أيقن حقا أن الفعال هو الله. لا تجعل لليأس سبيلا لفؤاد آمن بالله. هل يحزن من أيقن حقا أن الفعال هو الله. من كان الله له مولى هل يقنط من كرم الله. لا تيأس من روح الله واستبشر بعطاء الله لن يغلب عسر يسرين. فانظر في آيات الله. الله يناديك سحيرا قم واسأل يا عبد الله. فاسألني أعطك ما ترجو لا
لتطلب من غير الله. إن كنت مريضا يا عبدي فأنا الشافي وأنا الله. أو كنت كثيرا هل أحد يذكر كسرك غير الله. هل من ذنب لك تخشاه؟ هل فرطت بجنب الله؟ هيا استغفره وسل عفوا من يغفره إلا الله. مخاب وعزته عبد قال بصدق يا الله. مولانا ارحمنا واجبرنا يا مولانا أنت الله. صلاة الله على الهادي أحمد سيد رسل الله. مولانا ارحمنا واجبرنا يا مولانا أنت الله. صلاة الله على الهادي أحمد سيد رسل الله. لا تيأس من روح الله واستبشر بعطاء الله. لن يغلب عسر يسرين فانظر في آيات الله. لا تيأس من روح الله واستبشر بعطاء الله. لن يغلب عسر يسرين فانظر في آيات الله. لا تيأس من روح الله واستبشر بعطاء الله. لن يغلب عسر يسرين فانظر في آيات الله. لا تيأس من روح الله واستبشر بعطاء الله. لن يغلب عسر يسرين فانظر في آيات الله. لا تجعل لليأس سبيلا لفؤاد آمن بالله. هل يحزن من أيقن حقا أن الفعال هو الله. لا تجعل لليأس سبيلا لفؤاد آمن بالله. هل يحزن من أيقن حقا أن الفعال هو الله. من كان الله له مولى هل يقنط من كرم الله. لا تيأس من روح الله واستبشر بعطاء الله. لن يغلب عسر يسرين فانظر في آيات الله. الله يناديك سحيرا قم واسأل يا عبد الله. فاسألني أعطك ما ترجو لتطلب من غير الله. إن كنت مريضا يا عبدي فأنا الشافي وأنا الله. أو كنت كثيرا هل أحد يذكر كسرك غير الله. هل من ذنب لك تخشاه؟ هل فرطت بجنب الله؟ هيا استغفره وسل عفوا من يغفره إلا الله. مخاب وعزته عبد قال بصدق يا الله. مولانا ارحمنا واجبرنا يا مولانا أنت الله. صلاة الله على الهادي أحمد سيد رسل الله. مولانا ارحمنا واجبرنا يا مولانا أنت
الله على الهادي أحمد سيد رسل الله. لا تيأس من روح الله واستبشر بعطاء الله، لن يغلب عسر يسرين، فانظر في آيات الله. لا تيأس من روح الله واستبشر بعطاء الله، لن يغلب عسر يسرين، فانظر في آيات الله. لا تجعل لليأس سبيلا لفؤاد آمن بالله، هل يحزن من أيقن حقا أن الفعال هو الله. لا تجعل لليأس سبيلا لفؤاد آمن بالله، هل يحزن من أيقن حقا أن الفعال هو الله. من كان الله له مولى هل يقنط من كرم الله. لا تيأس من روح الله واستبشر بعطاء الله، لن يغلب عسر يسرين، فانظر في آيات الله. الله يناديك سحيرا، قم واسأل يا عبد الله، فاسألني أعطك ما ترجو، لتطلب من غير الله. أيانا maraming maraming salamat po at ayan yung ginawa ko muli. Thank you for watching. Bye!